سنفعل في يعني وضع انه يعني يقال انه طفلين كفايه، ثم على نفس الاعلام هناك اصوات اخرى خاصه من المؤسسات الدينيه تقول ان هذا حرام وان تحديد النسل غير مطلوب. اعتقد ان احنا عدينا هذه المرحله، ومحدش النهارده يقدر يقول تحديد الناس احنا ما بنتكلمش على تحديد الناس، احنا بنتكلم على تنظيم الاسره. القرار الزواج قرار اختياري، قرار عقلاني، الخلفه مسؤوليه. حرام عليا، حرام فعلا بمعنى حرام، ان انا اخلف واحرم اللي انا بخلفه من فرصه في الحياه. حضرتك مقتنعه، لكن من يعني يطبق هذا في الحياه العاديه، زي ما حضرتك قلتي دلوقتي انه ممكن يبقى هؤلاء الاطفال الكتير ممكن يكونوا مصدر دخل للاسره. ما هم دخل فعلا. ده واقع. وبالتالي يعني كيف نواجه هذا بدون اعلام واضح وجيد؟ يعني الوضع اللي احنا فيه النهارده يعني تقدري تقولي عليه عبثي. كل يوم افتتاحات، كل يوم انجازات من ناحيه، وناحيه تانية ناس بقى ايه يقول لك ايه ما ينفعش. انا بقول اطبق القانون، انا مش هعمل زي الصين واقول له الطفل الواحد، لا اطبق القانون. هل حد بيسائل المعلم اما بيخش الفصل يعد الولاد كل يوم ويشوف اللي ما جاش؟ يشوف اللي ما جاش. ليه؟ لانه الاهالي نسبه كبيره بيدخلوا الولاد سنه اولى سنه تانية ويطلع من تانية. لو عدى تانية على القبول يبقى تمام عظيم جدا، ويروح بقى يكافح في الدنيا. ما بيسيبش المدرسه مره واحده، هو بيتقطع الاول كده، يوم ما يجيش يوم ما لو ما حدش سال عليه هو الولد نفسه مش هيروح. ليه؟ لا مش هيروح. يمكن مع تكدس الفصول. ما هو يعني طبعا مراقبة هذا الوضع مش سهلة. ما هو بصي حضرتك بقى، السبب والنتيجة. يعني انت عندك زيادة، احنا بنزيد لما بتزيدي اكتر من 2 مليون في السنة، يعني يا جماعة مين هيلحق؟ انا الحقيقة عايزة اوصل لهذه النقطة. فعلا احنا بنتكلم على يعني لابد من مراقبة هذه الزيادة السكانية، واحنا فعلا بنزيد 2 مليون في السنة. يعني حجم دولة صغيرة. انت مش بس بتزيدي، انت بتزيدي وبتزودي الفقر. أيوه. والاميه عمدا. عمدا. عشان كده انا بقول انت عندك الاطار القانوني ممتاز بيمكنك، سياسات الحمايه ممتازه، واديكي شايفه ما حصلت ازمه اوكرانيا، وزاره التموين زودت مليون اسره على الدعم اللي هي بتقدمه، بس هي هتفضل تزود تجيبي منين؟ وبعدين الحقيقه لو ده بينعكس بالخير على الاسره كنت اقول ماشي، انما لا، يعني كميه العنف اللي بيتعرض ليها هؤلاء الاطفال اللي بينزلوا سوق العمل ويتضرب ويهان لانه غير رسمي، غير رسمي، ومرتبات هزيلة، والولد صحته بتتع، وبعدين بيهان جوه، بيتجرح. الكرامة، كلنا متساوين في الكرامة، ولدنا متساوين في الكرامة. كرامته انه يروح المدرسة ويلعب، حتى لو مدرسة فقيرة، حتى لو انما هو بيفقد طفولته كمان، بيفقد طفولته وبتربي العنف جواه. أيوه. وبيحس بشيء من المرارة، من المرارة تجاه المجتمع، والمرارة دي الحقيقة أنا بشوفها أخطر جريمة بتتم، ولا بد من تحرك فعال. لأنه يعني لحد امتى هتفضلي تتحملي؟ يعني الله يكون في عون متخذي القرار، والموارد الماليه انت محتاجاها قد ايه؟ وبعدين شوفي بقى الفوضى في الشارع، لان الزحمه محدش متشاف، يعني واخده بالك؟